الأقنعة هي العلامة المميزة لكرنفال البندقية، لكن هل تقليد صناعتها في خطر؟ لم يبقى حالياً سوى القليل من الحرفيين الذين ما زالوا يتقنون صنع أقنعة البندقية يدوياً، وهو واحد منهم. مرحبا، أنا توبيا من ورشة تراجي كوميكا في البندقية، وأنا واحد من آخر صناع الأقنعة التقليدية هنا. أصبحت الأقنعة رمزا للبندقية، وهي من الهدايا التذكارية الرائجة، معظمها ينتج بكميات كبيرة في الخارج، فهل يشكل ذلك تهديدا لحرفة صناعة الأقنعة اليدوية؟ سنتحدث عن هذا لاحقا. في ورشته في المدينة القديمة يصنع توبيا دالوستو كل أقنعته يدوياً. يبدأ بقالب مصنوع من الجبس، أما القناع فيصنع من مواد مختلفة في طبقات. الطبقة الأولى هي الأكثر أهمية لأنها ما سيظهر في النهاية. نستخدم ورقاً ناعماً مصنوعاً من ألياف الصوف. من المهم إدراك كل التفاصيل الصغيرة للقناع، وكلما عملنا بدقة أكثر أصبح للقناع شكلاً أكثر وضوحاً ودقة. يستغرق صنع القناع حوالي أسبوع. يستخدم توبيا هنا أوراق ذهب مقلدة. عمر توبيا 27 عاماً، وقد تعلم هذه الحرفة عن والده غواتيرو. كلاهما لديه شغف العمل الإبداعي ويقدر أهمية الأقنعة. العمل على القناع يشبه العمل على شخص ما وقصته وإبراز ما بداخله وأعماقه وما يلهمه، أي أن للأمر علاقة بعالمه الداخلي والخارجي. كثيرون يرون من السلبي الاختباء خلف قناع وإخفاء طبيعتهم، لكن الأقنعة في البندقية تحمل تقليدياً معنى معاكساً تماماً، فهو يخفي هويتنا لنكون متخفين ونستمتع بالتالي بحرية التعبير عن ذاتنا الداخلية. لذا فإن وضع القناع هو إظهار لأنفسنا وليس لإخفائها. للأقنعة تاريخ عريق في البندقية. في القرن 13 بدأ الناس في المدينة التجارية الغنية بتغطية وجوههم في الكرنفال، وبهذا استطاعوا البقاء مجهولين والتخلص من التسلسل الهرمي الاجتماعي مؤقتاً أثناء احتفالهم. قناع باوتا نموذج تاريخي يغطي الوجه بالكامل. يبدو ذكورياً، ولكن يضعه الجميع، رجالاً ونساءً وأغنياء وتجاراً وكهنة. هناك قناع آخر يستخدم منذ فترة طويلة في الكرنفال، وهو قناع موريتا. إنه قناع أنثوي دون أشرطة أو عصا. كيف يمكن وضعه؟ السر يكمن في الخلف، حيث يتوجب الضغط على هذا الزر. في عام 1797 حضر نابليون الكرنفال في البندقية، وتم نسيان الأقنعة إلى أن قام غواتيرو دالوستا ومجموعة من الفنانين بإحياء هذا التقليد في سبعينيات القرن الماضي. كنا فريقاً وجربنا الكثير، بما في ذلك العمل مع الحرفيين الأكبر سناً في مدينة البندقية. ورغم أن وظائفهم كانت مختلفة جداً، إلا أنهم ساهموا بأفكارهم ومهاراتهم وساهموا في صناعة الأقنعة. تتراوح أسعار الأقنعة ما بين 30 وعدة آلاف من اليوروهات. العملاء هم ضيوف الكرنفال ومحبو الفن وصناع الأفلام، يقدمان للسياح ورش عمل لتصنيع الأقنعة. أما الأقنعة الرخيصة المتوفرة في الأكشاك العادية فلا يستطيعان ولا يريدان أصلا منافستها. إذا كنت سعيداً بقناع بلاستيكي ثمنه 5 يوروهات ولا تعرف مصدره، فهذا شيء مختلف تماماً عما نفعله نحن. نحن نصنع شيئاً خاصاً وفريداً من نوعه، ونشعر بحضور وأهمية هذا التراث الثقافي المرتبط بتاريخ البندقية التي ولدت فيها وأنتمي إليها.
هذا الشغف بالتحديد موجود في كل قناع يبتكره توبيا دالوستو. إنه أحد الأصول الثقافية لمدينة البندقية والتي يريد الحفاظ عليها للمستقبل.